هاي جايز، انا شيرو. انا شهد. واليوم رح نتحدى البرد والشو، بنشوف وين فينا نطول اكثر. اوكي انا اكيد رح استحمل الحر اكثر. يا جماعه الجو هون كثير بارد، درجه الحراره حاليا هلا قديش؟ ناقص 6. شوفوا والله حاليا درجه الحراره 45. حاسس حالي حرفيا بسويت بتلاجه. شو سويت؟ طبعا رح نعمل تحديات هون، ورح نعمل تحديات بالصحراء، ونشوف وين فينا نستحمل اكثر. شوفوا مثل ما لكم شايفين شهوده لابسه لسه، انا شلحت قبل التحدي. طبعا كل شيء عم تشوفوه هون يا جماعه، شوفوا هذا كلياته مصنوع من جليد حقيقي. شهود اول تحدي لازم. اوكي يلا لازم. يلا 3 2 1. ما بعرف اذا عدل. كثير برد، ايدي ما لحاسس فيهم يا جماعه ابدا. كل التشاكيت. اوكي 1 2 3. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا عمي حمادي اذا مرضت البنت ما دخلني، يعني قلت لها ما بدنا نصور الفيديو هاد، قالت لي لا بدنا نصوره بدنا نشتغل. قلت لها اوكي. بتعرف وين اكثر مكان بارد على وش الكره الارضيه؟ وين؟ او مدينه هي مدينة. بعدين تعطيني هاي المعلومات شرعي. المدينه هاي بروسيا اسمها ياقوتيا يا جماعه، درجه الحراره فيها حزينه قديش بوصل؟ ماينس 20؟ ماينس 60% احنان. بتعرفي كم واحد عاش فيها؟ 50 60 حدا؟ 280,000. يعني قربت 280,000 بني ادم عايشين هيك بهيك جو، بتوصل معهم لدرجه انه حتى رموشهم يتجمدوا. انا برا. يلا خلينا نبلش التحديات لو سمحتوا. اوكي جايز، مرقت اول نص ساعه ونحن حاليا عم نموت من بردنا. التحدي الاول رح يكون شهوده. في عنا هون هاللوحه، لازم نحاول نرسم خط مستقيم قدر الامكان. بما انه ايدينا ما عم ترجف. اوكي يلا يلا بلشي انت اول. يلا حبيبي اول تحدي. يلا شوفوا ايديها لشهد يا جماعه. هذا مو خط. عملي واحد ثاني نشوف. مش قادره مش قادره مش قادره. برافو. تراهني انه انا فينا اسوي خط مستقيم اكثر؟ ما اظن. لا ما حتقدر. طيب امسكي الطاوله. يلا نفس خطي. أنا واحد أحلى. عم أنزل تعال شوف الديتيلز. يعني إذا بنقوم الغرفة بالبيت رح يكون خط مستقيم على الأخير. شوفوا من رجفة شو عم بصير. أوكي جايز، هذا محمود أخوه لشهد، رح يحاول هو يعمل الخط المستقيم. لنشوف. الله، كل هذا عشان متدفي. شوفوا طبعا متدفي أو الشباب ولابس كل شيء تمام. شوف الفرق، شايفين كيف هذا الخط اللي على اليمين مستقيم؟ شوف هذا كيف مكسر. والله عارفين انت لازم تكون مهندس ومحامي. انا بطلت قاعده احكي، صار في عندي هون شفايفي كلهم متجمد، بطلت اركز. تعالوا شوفوا شو راح ارسم. هاي مشان تدفي شوي. والله ما حسيت بدفى؟ حسيت انه في هيك. شوف صح؟ شوف. اوكي جايز، صار دور التحدي الثاني، رح نلعب جينجا. الجينجا بيتطلب انه الواحد يكون ايده ثابته وما يتحرك ابدا، بس انتم مثل ما عم تشوفوا هون ايدينا عم ترجف. انتم بتقولوا مين حيربح، انا ولا شهد؟ اكتبوا تحت الكومنتس. يلا بلشي تفضل. ول 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 بدك تحطيها فوق. يعني اخبى حركه بالجينجا ممكن تنعمل شهد عملتها. واحد بياخذ من النص هيك. ها شوفي، كان قصدي اصعبها عليك. ها اوكي دوري صح؟ ها لا توقعي. اوكي انا بدي اختار هاي سهله. شوفوا شوفوا. برد. 1 2. يلا دورك. لا ما بصير. تقع شو بتفكري؟ اوف ايدي. تعال شوفوا هون، ضلت هي واقفة بالنص، أنا واحدة بس. فزتي، برافو عليكي. عن جد الله يعين الناس اللي عم تموت بالبرد، قلوبنا معكم يعني صراحة. الحمد لله على كل شيء. درجة الحرارة صارت لا تحتمل أبدا، قديش ضلينا هون؟ تقريبا شي ساعة وعشر دقايق. إذا هلا من درجة حرارة ماينس 6 لدرجة حرارة 45، لازم تلحقونا على الصحراء. خلينا نشوف بعد واحد نعملها بالصحراء. 2 3 شيك. يعني من البرد برد لشوب شوب. رح يكون في طبعا تحديات مثل التحديات اللي شفتوها بمحل الايس، رح يكون في تحديات هون كمان. اول تحدي رح يكون اول شيء قديش طول. خليهم يصور لهم الشمس بالله بنص راسي. فرجيهم الشمس، بالله فرجيهم الشمس. الشمس بنص راسي، انا هلا راسي صار وجعني. خلينا نفوت نبلش باول تحدي، لازم ندوس على الرمل ونحن حافيين. يا زلمه فكنا منك انت ودفاعتك. حيل عني بديش. بتخافي من الحشرات؟ اه
قبل شوي شفت سحلية هناك. قال شو حكالي؟ البسي بوت طويل عشان ما يفوت رمل بجرينا. هسا بتقول لي اشلحي؟ شو مالها شو مالها؟ يا جماعة أكثر مكان شوب على الكرة الأرضية تعرفي وين؟ حكيت لي بس نسيت. لا أنا حكيت لك أكثر مكان بارد، أكثر مكان شوب بدبي هون بالصحراء هاي. لا بوادي الموت بأمريكا، بتعرف شو توصل درجة الحرارة هني؟ 56 57. أوكي هون درجة الحرارة 45 مش فرق. أول واحد بلبس كون حمار. أول واحد بيشلح قصدك؟ لا أول واحد بلبس. أوكي. والله العظيم سخنة. كلب انت. ليش؟ توسخت جرابتي، كنت راكي عليك عشان من جرابتي ما تتوسخ. يلا بسرعة. كلب انت كلب. بسيبني في الوحدة. بعدي جاي. شو؟ كلب تفوع عليك. شو هاد؟ يلا بسرعة يا شهد. انا لسه ما شلحتي. استنى خليني بس بأجر وحدة. ما بصير. نار لا لا. نار نار. اسمع خلص خلص البس 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 لا 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 تشلح الثانية. البس اول. اوكي جايز ما عاد في البس لازم ضروري ساعديني لازم اروح على السيارة. استنى شوي. طيب انا كيف بدي اقعد كيف بدي البس؟ بتعرفي في شغلة حلوة فيني انا؟ انا وشي يا جماعة نادرا ما يعرق بالماء لانه وشي دهني بس انه عرق ينزل نقاط جدا. انت بتعرف شو زي لما قعدوني لحالي مع الضيوف شو السواليف هاي بتصير؟ صرنا قرابة 35 دقيقة هون عطشنا كتير والتحدي جاي. تعرف شو التحدي جاي؟ لا والله. التحدي جاي كتير صعب كتير بيقرب كتير خطير. في معي هون يا جماعة أكتر شيبس حار بالعالم. مكتوب سكريم It's gonna be your worst nightmare. رح يكون أسوأ كابوس لألك يا جماعة. الدنيا شو صحرا ما معنا مي رح ناكل ريقنا ناشف أصلا ريقنا ناشف رح ناكل أكتر شيبس حار بالعالم كلياته. شكله بيخوف. شو؟ هو سواء مكتوب what to expect شو تتوقعوا؟ احمرار عين mouth on fire rest in peace يعني الله يرحمك. تعرفوا انه هاي بس حبة شيبس وحدة؟ حبة شيبس وحدة يا جماعة تقريبا 25 درهم. او ماي جاد ليش شكله نازل معفنة؟ قرب قرب شوف شكلها معفنة عاد ما لحدة. لا 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 تحط ايدك بعينك انتبهي. اوكي راح يطوع الكاميرا مان راح يدوقها بدل شهد. معنا هون محمود اخوه لشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي لا. كتير حده بحذرك كتير حده. ها بسم الله ايش في كذاب. بسم الله ايش في بابا لا بس ما لا تحط ايدك على جي روح تعال على السيارة نجيب مي. لازم يكون في معنا لبن. منيح ما جربتي اياه انت. او ماي جاد. ام ايدك على تخيلي انت مجربتي اياه. يعني ولا حدا يجربها هاي اصلا لازم يجيبها من السوبر ماركت. مي مي اي شيء اي شيء. جايز رح نضطر هون نخلص الفيديو. قديش صرنا هون تقريبا صرنا 45 دقيقة يا جماعة. الدنيا شو؟ بتتحرك كثير. بس خليني احكي لهم انا باي خلص يلا سكر سكر. خلي شايفكم باي روحوا انتم. امسك بحبكم كثير واليوم باي حبيبي. استنى شوي اصبر شوي حطوا لايك وسبسكرايب وكل الاشياء الحلوة وكومنتات كثير حلوة و100,000 لايك لا تنسوا توصلوا 100,000 لايك اوكي؟ يلا باي.